وحول انخفاض عجز الميزانية في الربع الثاني بنسبة 51%، ينضم معنا من لندن المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن. أهلا بك دكتور عبد الله معنا. يعني بداية، التزام المملكة بالقطاعات الحيوية والتعليم خاصة رغم الظروف المحيطة بالمملكة والتحديات الأمنية، هل يظهر التزام المملكة ببناء المواطن ليكون ركيزة أساسية في التحول الوطني؟ أنا أعتقد أنه البيان المالي وهو دائما الركيزة الحقيقة نحو التوجهات، يظهر أنه حكومة المملكة العربية السعودية تحقق ثلاث أهداف. الهدف الأول هو مدى مستوى الشفافية في الخطاب الإعلامي، خاصة فيما يتعلق بالقوائم المالية أو المركز المالي للدولة، وهو تحقيق انخفاض العجز. لكن في نفس الوقت الحقيقة الحفاظ على المكتسبات الرئيسية، وهي كما تكرمت التعليم والصحة، وهي تهم الأساسيات للمواطن ورفاهية المواطن، وفي نفس الوقت الأمن والدفاع وهو الركيزة الأخرى. فالمملكة الحقيقة بالتوازن المالي وبالخطط الطموحة تظهر للعالم أنها تحافظ على قوة الاقتصاد وعلى زخم الاقتصاد، وفي نفس الوقت على أمن المواطن وأمن الوطن. طيب، العجز يعني لا يزال تحت السيطرة، حيث بلغ الآن 73 مليار ريال تقريبا، يمثل 37% من المخطط. يعني ما تقييمك لهذا الأداء وكذلك الانضباط المالي بحسب المخطط له؟ أعتقد أتى من أعلى سلطة، وهي صندوق النقد الدولي، والذي دائما يراقب الدول، فهو يشيد الحقيقة بعملية ما تقوم به المملكة من ناحية التوازن المالي وتخفيض العجز وفي مدة قصيرة، وهذا لم يحصل في كثير من الدول. وهذا في الواقع يؤدي مؤشرات، وهذه المؤشرات منها قوة الاقتصاد الوطني، قوة العملة، وهذا شيء مهم بالنسبة لنظرة العالم، ثم العزيمة والإصرار على تنفيذ عملية التوازن بتخفيض المصروفات الغير منتجة وتوجيهها إلى منتجات أو إلى مشاريع منتجة، سواء بالنسبة للاستثمار الجري الذي تقوم فيه المملكة بعملية الإضافات إلى صندوق الاستثمارات العامة، أو ما يتعلق الحقيقة بالأساسيات، وهي التي أشرنا إليها في المقدمة، الصحة والتعليم وغيرها. الإنفاق الرأسمال بلغ 16% من إنفاق الربع الثاني، ما أهمية ذلك وانعكاسه على الاقتصاد وكذلك نموه؟ أهمية الحقيقة من ناحية مالية يجب أن ينظر إليها من ناحيتين. من ناحية أنه أنت نجحت في عملية الترشيد، استطاعت الحقيقة أن تخفض العجز. العجز ماذا يعني؟ أنه يكون أقل من الناتج، لأنه عندما يكون الناتج القومي أعلى من العجز، فبالتالي هذا معناه أنه في هناك نمو للاقتصاد، فبدل من أن يكون النمو بالسالب قد يتحول نراه إلى عملية الموجب، وقد نبدأ في تحقق الحقيقة عملية نمو اقتصادي، وهذا تعطي إلى عملية الخروج من مرحلة الركود الحالي إلى عملية الانطلاق مرة أخرى لتحقيق مستويات عليا في عملية النمو قد تصل إلى أعلى من 1% بنهاية 2018 بإذن الله. الشفافية والوضوح من قبل وزارة المالية، يعني هل له أهمية للقطاع الخاص ومؤثر على أدائه وتوجه استثماراته؟ أنا أعتقد أنه أهمية الشفافية، وخاصة التي بدأت تتبعها وزارة المالية في ظل التحول الاقتصادي أو رؤية 2030، هي تعطي عدة رسائل. الرسالة الأولى والحقيقة ما تكررت بالنسبة للمستثمر المحلي. المستثمر المحلي الآن يعرف الملاءه المالية، يستطيع أن يقيم عملية التدفقات النقدية، يستطيع أن ننظر إلى توجهاته الاستثمارية في أي مكان، أو توجهاته الصناعية والتجارية. كذلك برأس المال الأجنبي القادم إلى المملكة، وهذا وجدنا له الحقيقة نمو في الفترة
الأخيرة، بالإضافة إلى عملية أن الشفافية تهم الحقيقة زي ما أشرت صندوق النقد الدولي، مؤسسات التقييم الائتماني للدول، وهذا عملية مهمة كذلك جدا. ثم أنه يعطي الحقيقة أن المملكة الآن تخطو خطوات حتى تكون، وهذا أحد متطلبات مجموعة العشرين. طيب أنا أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من لندن المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن، شكرا جزيلا لك.